باي مولا هونا بنمشي ضغط على هنا وين ماشي وين تبي تمشي نبي نمشي للمقهى استحشت جماعتي غادي كايا بنهدر انا وياهم شويه زعما قهوه الفنانين ولا القهوه هذيك اللي في المحطه اللي في الظهره ايه قهوه الفنانين بنمشوا لازم نتناقشوا غادي كايا ونتباحتوا ونريشوا ونقضوا ونحلوا ايه طبعا ايه ما تنساش عاد انت وجماعتك عاد عارفه انا القربه تقولوا لي ايه حقه بنفكرك ما تنساش تاخذ معاك البلطه ديك الكبيره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احنا لازم نقعدوا في المقهى هذه باش نناقشوا الاعمال الفنيه باش نطلعوا محاسنها ونطلعوا ظروفها ونطلعوا امكانياتها ونطلعوا احداثياتها باه يعني قصدك تقول النقد البناء يعني قولوه معلش اما الهدام هذا اللي كسره وعيب عليكم انت لازم عندكم قوسطو في الموضوع هذا ولا عندنا قوسطو لازم نريشوا لازم نشوشطوا لازم نقضوا ونركبوا مال شنو مال شنو العمل الفني نحن هذه المقهى كان منتدى للفنانين كان لقاء للفنانين صوري انا اعمالي كلها ولدت في المقهى حي والله حي تواني قديش لي يا بابا نعرفك وعايشه معك وين هالاعمال وين هي كبدي وين اللي تحكي عليها وين تشيني تاني عندي اعمال تغطي كل القنوات المسموعه والمرئيه كل هذه عندي يس وخيرها وينها وين ايش ما تقدمهاش اه يا سيدي مثلا عندي مسلسل من 300 حلقة من 300 حلقة اسمه حلالي وين نقعمز وعندي مسلسل ثاني اسمه علاش مدهون بالهريسة يا بريوش 150 حلقة 150 حلقة سكوب بالألوان شيء فظيع جدا مسلسل رهيب وعندي مسلسل ثاني اسمه الجارات يبكن الجارات يمكن كل جرات كل جرات كل نسوين وما فيهمش ولا اسكت 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 شنو هذا والله وش بنقول لك هو الحق الحق هي فكره حكايه الجرات لكن اكيد عاد النهار عاد يعفشوا في بعضهم ويتعاركوا وفي العشيه يجيبوا هذيك الشاي انسوا عاد كل شيء ولا باش تعرفي باش تعرفي راجلك فنان مبدع 24 ساعة هون نكتب ونمزق نكتب ونمزق نكتب ونمزق لين تطلع الفكرة باه هذا كل اللي تقول فيه والفكرة والأفكار علاش باهي ما تقدمهمش مثلا تمشي للقنوات اللي بيا ما شاء الله في الشرق وفي الغرب يعني تقدم أعمالك وتقول هاي هذه أعمالي خلي الناس تشوفها اللي تحكي عليها هذا كله ملوين لا حول ولا قوة إلا بالله هذه قنوات هذه تيادي تكاكين يا زاهية تكاكين تكاكين لا عيب عليك عاد ما تقولش الكلام هذا والله عظيم فيها البرامج والمسابقات والأغاني والناس هيك هيك يتبعوا فيهم راهو الدنيا هذه الدنيا تغيرت أذواق الناس لازم تراعوا هذا ما لا عجبتك هذيك القناة الصامتة ولا هذيك القناة متاع هذوك أمها ولا القناة هذيك متاع هذاك ولا هذاك اللي بداير قناة ولا عجبتك هذيك القناة الحمراء ها عجب ايه والله انت اللي مش عاجبك شيء والله لا حول الله لواحد شنو بيقول طبعا شد بتدير شد بتقول معاه واحد زي هداي انت وجماعتك طينا واحده يا راجل اتحرك واخدم ودير شيء مفيد وياسركم من هالقرمه انت واصحابك عيب عليكم تشبحوا زملائكم داروا عمل قولوا لهم مبروك قولوا لهم الكلام الطيب ايه صح ما تجاملوهمش وراهو النقد البناء راهو مهم وينفع من المعنويات اي فنان اي مبدع مش الفنان بس راهو حتى الدكتور المهندس الكلمه الطيبه راهي كويسه لكن قاعدين ها ها قاعدين يحنا في المربوعه وهم ها ها ريت هذيك فلانه الخير هذاك بتتجعد ريت هذاك يا الموتلو ريت كيف يديروا والله ما ينفعوا حاجه هذا مدارينا احنا من نام تبي فلح اطلع تعالى تعالى واخدموا صحتين نديروا لك الف تحيه لكن ها 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 القربه هذه لا
لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عاجبك كلامي؟ ما دام قبلوا يخدموا في هالوضعية هذه عليهم بأن يستحملوا النقد والتريش. النقد البناء أي واحد يستحمله ويسمعه بهدوء، أما زي ما قلت لك اللي يهد هذا، هذا لا ما يمشيش راه. خلاص ستوب ستوب، خلاص انفختي لي دماغي، هيا وقت علي نبي نمشي، خلاص ياسر من المحاضرات هذه. محاضرات شني؟ ما هو انت الكلام هذا ما يعجبكش لانك انت فنان وانت مبدع ويقول لي عندي وعندي عندي. اني حرام عمري معاه كلها عايشه وما ريت حتى حاجه من الدول اللي كان يقول فيها. تو واحد ثاني يصدقك حد. اسمع مغمور. انت نعرفك انت والله ما يعجبك العجب. لاني مغمور، لاني فنان مغمور نبحث عن فرصه لاظهار مواهبي لاظهار اشيائي، لذلك انا ما يعجبني العجب ولا يعجبني العجب. لا هو هذا عندك فيه حق انت ولا ما يعجبك العجب. خلاص مالا ياسر 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 لوك 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 هاي ياسر من المحاضرات نبي نمشي. فالح توني لوك 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 وانت لما لوك 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 معلش يا بايسمع. تعال نبي نقول لك حاجه ايها المبدع. تفضلي. تقعمز ولا تبي؟ لا لا خليني واقف مستعجل بنلحق على طرح الكارته. بنقول لك المثل الشعبي اللي يقول يا حنا تعرف شنو يقول ولا ما يقولش؟ تفضلي تفضلي قولي. اللي ما يعجب العجب. ما يعجب العجب ما يعجب العجب ما يعجب العجب. اكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهكي تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.